قال لك واحد قوي أنا معك، هاي هاتفي بأي لحظة خبرني، وأي واحد زعجك أنا بعمل له درس لا ينسى، ما بتنام من فرحك. فإذا قال الله لك مثلاً إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شو بصير معك؟ الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إخواننا الكرام، والله ثم والله ثم والله، بأصعب الظروف بأشد الحالات، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عندي مئات القصص. اتق الله، لأنه الله عز وجل أمرك بيده، ما سلمك لأحد. هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. اتق الله، أتقن عملك، اضبط جوارحك، اضبط لسانك، اضبط دخلك، كن ورعاً، ترفع عن الحرام، وسوف ترى من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. هذا الكلام ليس خاصاً بهذا الشاب، لا والله، لا والله، هذا الكلام لكم جميعاً، وكل واحد منا قابل لأن يقطف ثمار هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخ كريم سكن في بيت واشترطت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت، في أشد حالات الأزمة السكنية في الثمانينات، أتريد البيت؟ قال له حاضر، أعطته مهلة شهرين. المحامي الذي سطر له التعهد بإخلاء البيت بعد شهرين، بعد أن وقع قال له أنت مجنون، أنت أصبحت في الطريق وأنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعاً. قال له أنا توكلت على الله. القصة طويلة والله يا أخوان، والله رزقه الله بيتاً ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي، لكن ترك البيت لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز، تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الساطور. أيها الإخوة الكرام، من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني أكثر أزمة أو أشد الأزمات الآن يقول لك ما في شغل، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج. أنا أخاطب الشباب، أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماماً، ضبط جوارحه، ضبط لسانه، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط رجله، ما مشى إلا إلى طاعة، ثم لا يجد من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. هذا ليس لواحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد فداه النبي بأمه وأبيه، ولم يفد أحداً من صحابته بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر، قال له يا سعد دققوا، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب، استقم، استقم وانتظر، وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف.
بالجفاف، بالأعوام المطيرة، بالبطالة المنتشرة، بضآلة الأعمال، بقلة الدخل، بغلاء الأسعار، هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا هُوَ فِيهِ. في عندك مشكلة بالعمل، مشكلة بالبيت، مشكلة بالصحة، مشكلة بالدخل، مشكلة من الجيران، مشكلة ممن هو فوقك، مشكلة ممن هو أقوى منك، ما دام في مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجا. والمكافأة الثانية: ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله مرة أخ من إخواننا توفي قريبه، ابن عمه، كان أستاذ جامعي، يعني تصور أنه دخله كافي، فقال لأولاده اليتامى: دين والدكم علي. قال لي: توقعت 10,000 20,000، يعني بآخر الأيام. فلما سألهم قال: 380,000. قال لي: تعهد، خلاص دفعته. والله في صحن هذا المسجد قال هذا الكلام وبكى. قال لي: والله بعد أيام نصيبي من صفقة واحدة 380,000، ولبضاعة كاسدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، هي الآية لكم جميعا، هذه لكم أيها الشباب، عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل، هي أضخم مشاكل الشباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، هو عبد ومسافر وبعيد وشاب، عد العلماء 10 أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ثم تلا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله، استقم تماما، اضبط لسانك تماما، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليد ولا كذب ولا تدليس. اضبط عينك، غض بصرك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة. أنا أخاطب الشباب: تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها، وهي حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله أخ من إخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا، عنده معمل بسيط للسريات، ما في بيع إطلاقا. أقسم لي بالله ما معه ثمن ترسيم سيارته. جاءه عرض الأرباح قريب بضعة ملايين أراجيل، بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشق ألقي درس. فلما انتهيت قال لي: جاء الفرج. قلت له: ما الفرج؟ قال لي: والله صفقة للأراجيل. قلت له: أنت ما ترى في الدخان أصفر لونه مسكين، مبين بداية الرفض. قلت له: والله ما في فتوى، الدخان حرام، وهي نفس الأرجيلة 16 سيجارة، قوة تأثيرها وأضرارها. همد همد. أقسم لي بالله بعد 20 يوم جاءته صفقة ثريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته. والله أخ صاحب معمل، إجا إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم،
هو الشيء ممكن يباع بدون ما يعرف محرم؟ قال له هي من أجل كذا، شيء محرم. قال له بعتذر. فنشأت مشكلة كبيرة، يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة، الابن رفض، قال له بطردك، قال له طردني، بيشتغل بياع صحون بالحميدية. بعدين الأب راعى الأمر، ما عاد، أقسم بالله جاءته صفقة أرباحها بالملايين بعد 22 يوم. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه. أنت عم تعامل إله، عم تعامل خالق السماوات والأرض، عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم. لا تزهد بعلاقتك بالله، الآمر ضامن. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. هذا أهم موضوع بالخطبة، تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة. والكلام للشباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وللشابات أيضا، ومن يتق الله يجعل الله لها مخرجا. أيها الإخوة الكرام، الآن بتقلي فلان صعب بالتعامل معه، ما بيوافق، ما خليت له واسطة، ما بيوافق. اسمع الآية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا، تتيسر، تقي الله، استرضي الله بصدقة. العباد بيده، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة، فاوض مبلغ فلكي يدفع خلاف المنهج الإلهي، أم رفض، دفع نصفه صدقات لفقراء الشام، وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 قرش والموافقة تمت. يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم. طلب منه مبلغ فلكي أو ما في أمل، أم استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين. ثم قدم الطلب، يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم، ما بعرف، هو استرضى الله بس. مرة ثانية عامل الله مباشرة، ترى شيء لا يصدق، ترى شيء يفوق حد الخيال. هالكلام مو لواحد، لكل واحد منا، لكل واحد منكم، وأنا معكم، ولكل واحد بالأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دقيق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إله خالق السماوات والأرض، من بيده كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، الذي يعلم سقوط ورقة زيتون يقول لك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اطمئن. الآن بيقول لك أنا ألي جاهلية، ما في مشكلة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائباً غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، يغفر الذنوب جميعاً. أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب.
إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أخواننا الكرام، يعني إذا إنسان بيحبك وقوي تمشي بالعرض، بالعرض بتمشي. فإذا كان الله يحبك، ملك الملوك، خالق السماوات والأرض، يقول الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله بيحبك، وإذا أحبك الله اركل بقدمك كل الخلق. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ طيب إذا واحد وكل محامي لامع كمان بينام مطمئن، بيقول لك إيده طايلة والقضاة كلهم بيخافوا منه. هو محامي أنا وكلته وقال لي خلص، اعتبرها منتهية. فكيف إذا كان الله وليك؟ والله ولي المتقين، والله ولي المتقين، بيتولى أمرك. أقوى أعدائك بيده، أقوى جهة بالأرض بيده، أنت مع القوي. يعني تصور جندي غر وأبوه قائد الجيش، إجا على الريف هدده، أبوه بيسحقه، والده قائد الجيش وعلى الريف بسبعة هدده، ولو كان تاج ونجمة ما بيخاف منه، إنه القائد العام والده. والله ولي المتقين. طيب قال لك واحد قوي: أنا معك، هي هاتفي، بأي لحظة خبرني. وأي واحد زعجك، أنا بعمل له درس لا ينسى، ما بتنام من فرحك. فإذا قال الله لك مثلاً: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شو بصير معك؟ الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن طريق التقوى طريق ذات كلفة، فيها جهد، فيها جهد. يعني طريق الجنة حزم بربوة، يعني واحد ماشي على دراجة أم لقى طريقين صاعد ونازل. يعني الطبيعة والدراجة وثقافته وخبرته ينزل أريح، لكن مكتوب لوحة: هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة من شهر مؤاكلة شيء. يعني لقمتين ثلاثة بروح، بس طريق مريح جداً، نازل هويات لطيفات وأشجار وورود ورياحين، بس بالأخير بده يتاكل. أما الطريق الصاعد وعر وعر، غبار وأكمات لكن ينتهي بقصر. هاللوحة هي اللي خمس كلمات مو لازم تعكس القرار، تعكسه 180 درجة. لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة، في فجر صلاة فجر، في غض بصر، في إنفاق مال، في ابتعاد عن الاختلاط، في كلف كثيرة جداً. هو اسمه تكليف، أي عمل يحتاج إلى كلفة. لذلك قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومشكلة العالم الإسلامي اليوم بكلمتين: إن تتقوا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله قال عن الكفار: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومع ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني طريق الإيمان يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى معاكسة الهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ابذل كل ما تستطيع من أجل التقوى.